مساء الخير. بالبداية رح نكون مع فولانتس يلي طير ليدي غاغا. عن شو عم بحكي؟ خلينا نتابع سوا. ليدي غاغا أخذت الموضة إلى مستوى آخر ومرحلة جديدة، وهنا لا أعني فستاناً غريباً كما عودتنا أو مصنع من اللحم النيء أو فستاناً جميلاً لمصمم عالمي مشهور، وإنما ليدي غاغا سترتدي فولانتس، الفستان الطائر الموقع تيك هوس وغاغا، ويشبه الصاروخ واللامبادير، وفيه ست مراوح. نتابع. Thank you so much for coming here tonight. I wanted to welcome you to the art rave. You can cheer. I wanted to express my deepest gratitude to all of you for taking the trek out here to Brooklyn. And I wanted to, for the first time ever, introduce you to Volantis. Do you have any questions or do you want to see her fly? Rockets up and fly and take off to the planet, to the planet Venus. Aphrodite lady seashell bikini. عقبال ما يوصل لعنا على لبنان فولانتس، هيك منصير نروح طيران على الشغل بلا ما نعلق بعجقة السير. بالنسبة للبانوراما، معين الشريف بيشارك بمراسم عاشوراء بالنبطية، والنجمة تينا تورنر راح تتخلى عن جنسيتها الأمريكية. خلينا نشوف ليش. في إطار مراسم عاشوراء، تشهد مدينة النبطية دائماً مسيرات كبيرة لا سيما في اليومين الأخيرين، وقد انتشرت عبر الإنترنت صورتان يظهر فيهما الفنان معين الشريف وهو يحيي مراسم يوم 9 محرم في مدينة النبطية الجنوبية مع حشد كبير من أهل النبطية والجوار. أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة تينا تورنر أنها تخلت رسمياً عن جنسيتها الأمريكية من خلال زيارة قامت بها للسفارة الأمريكية في سويسرا، وقالت أنها لم تعد تشعر بأي انتماء وروابط تجاه الولايات المتحدة غير الروابط الأسرية. تورنر حصلت رسمياً على الجنسية السويسرية بعدما تزوجت بصديقها إيروين باخ السويسري الذي أصغرها ب20 عاماً، حيث وافقت السلطات على إعطاء النجمة الجنسية السويسرية بمقتضى رأي إيجابي صدر عن بلدية المنطقة بعد أن أقامت في سويسرا منذ 20 عاماً. لفتت ليدي غاغا الانتباه كما كل مرة خلال تجولها في أحدى شوارع نيويورك مرتدية ثيابا قريبة إلى الملابس الطبيعية على غير العادة. بعد أن طرحت شركة ديزني الملصق الإعلاني الرسمي لفيلم مالفيشنت للممثلة العالمية أنجلينا جولي، قامت ديزني بطرح التريلر الرسمي للفيلم، ومن المقرر عرضه في 30 أيار المقبل بجميع دور العرض الأمريكية وقريباً إلى لبنان. هيدا كان كل شيء. باي.